بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواني المغاربة، توب لكم، نلت درجة الله العلى عند الله سبحانه وتعالى، وغفر الله ذنوبكم ولو كانت مثل زبد البحر لغفرها الله لكم. أولا أعطيوني، قولوا لي علاش هذا الشيء غيوقع. لأن أول حاجة الدول العربية كلها تخربقت، والعالم كله تخربق، والمغرب ما وقع فيه حاجة. وأنا غنعطيكم التفسير والدليل القاطع علاش ما وقع فيه والو، حيت المغاربة مؤمنين، مآمنين بالله تعالى، ما تيخافوا إلا من الله تعالى، وما وقع حتى شي حاجة. حيت الأغلبية كتسول المغربي كتقول له أخويا كي داير الأحوال ديالك، يقول لك اللهم يك الحمد، ما عندناش ما خصناش، ولكن اللهم يك الحمد. على هذا الشيء ما وقع حتى شي حاجة في بلادنا، وما عمرها غتوقع حتى حاجة في بلادنا إلا على دوك المسيرين، هما اللي كيتعداو على المسكين. واش رئيس الحكومه راه دار الشعب المغربي في خنشا، خنوش رئيس الحكومه راه دار الشعب المغربي كله جمعوا داروا في خنشا. هذاك راه انا بعدا كون جا عندي انايا وكانت عندي انا المسؤوليه، قسمت لكم بالله العظيم هذا النهار اللي هو من قسم العمر، سارح ديال الغنم ما نعطيهاش لهذاك، انا ماشي نعطيه رئيس دوله، وسارح ديال الغنم والله لا عطيتها له. قسمت لكم بالله اللي كيقسم بالرجاء والرحمه يا عزيزه خنوش، كون كان عندي انا المسؤوليه والله ما نعطيه سارح ديال الغنم، ما كيعرفش قدر المواطنين وصبرة الشعب. الصبر اللي صبروا الشعب هذه 65 عام ما عرفهاش هو، وهاجا لبسها دخل قال لهم لا، الشعب ديالي ما مربيش غير ربي، راه انت اللي خاص لي ربيك، انت اللي خاص لي ربيك. راكو كان الشعب المغربي دار ريك، راكو راه حنا مشينا لجهنم كنا، او من الشرق للغرب جهنم كدرنا ريك، ولكن راه لولا اولياء الله الصالحين في الارض ما بقي شيء يذكر. والسلام عليكم ورحمه الله. بحال دابا هاد الزياده ديال المحروقات علاش زادت؟ ياك الدوله سيدي كلشي عندها موجب، حتى شي حاجه ما هي خاصها. ديك الزياده اللي غتزيد على الشعبي على الشعب، تزيد على التجار الكبار، على هاد الشركات، على هاد الصناعه التقليديه، الصناعه الخارجيه، واش لو حوايج عندهم، راه عندهم شلا حوايج. هادوك غيمشيو عندهم الضرائب يا عباد الله، والله الا عيب وعار. برنامجي كنعطيه نعم سيدي الصلاحيه، اي حاجه بغا يدخلها من الخارج يدخلها، ممنوع من الضريبه، ونمنعوا الضريبه على هذاك، ونعطيوه لهذاك اللي خدام 70 درهم، هذاك اللي خدام 70 درهم ولا يخلص الضريبه على هذاك اللي كيربح 4 مليون في الشهر، عنده 4 المناصب، واربعه المناصب راه ما خصهاش تبقى 4 المناصب لواحد. هذه انا كنعلمكم من هذا المنبر اللي انا فيه، من هذا المقام الشريف اللي انا كاين فيه، قسمت لكم بالله والله العظيم اللي كيقسم به الا العبد المؤمن، والله هذه 4 المناصب الا بقات عند واحد، وإلا بقات عندكم أنا ماشي ليس من... إلا بقات 4 المناصب عند كل واحد منكم، لست من أمة أنا لست من أمة محمد، أنا أعتبر راسي من هذا المنبر، أنا لست من أمة محمد. إلا بقوا 4 المناصب عند كل واحد منكم عنده 4 المناصب، أنا لست من أمة محمد، أنا كأشهد على نفسي لست من أمة محمد. ولا بغيتوا تطيعوا معنا الخط راه غنطيعوا معكم الخط، بغيتوا ترجعوا معنا الطريق راه غنرجعوا معكم الطريق. انا راه عبد الله قاسم ولد عبد الله بن محمد بالفقير عبو جدودي فقراء، عرفتي اشنو هما الفقراء؟ كيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، تيطلع الفجر ملي كيتعشى ويصليوا العشاء وهما كيقولوا لا اله الا الله، تيطلع الفجر عاب كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يطلع البزرع تيمشيو قديم شغل. كان طلب من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، هو راه هو خليفة الله في أرضه، راه ما كاين حتى شي واحد حاليا، محمد السادس هو خليفة الله في أرضه. كان طلب منه يتنزل بنفسه، ينزل عند هذا القوم يقول لهم هذا الشيء اللي درتوا، هذه الزيادة اللي زدتوها على الشعب راه بزاف عليه، أنتم ما وصلتوا الزيادة ديال المحروقات أقوى الثمن، الزيادة في المواد الغذائية ارتفعت ارتفاع صاروخي بحال الصاروخ عبر القارات، شتي داك الصاروخ عبر القارات؟ صاروخ باليستيك طلقوا عبر القارات، داك الشيء درتو المغاربة، والله إلا داك الشيء درتو ليهم، باليستيك طلقتوه عبر القارات، كاينة خمسة القارات في العالم ياك، خمسة القارات في العالم غادي يطلقوا داك الصاروخ طلقتوه من المغرب راه دورتوه على هاد الخمسة القارات في العالم، وراه حشومة عليكم أصاحبي، والله إلا حشومة عليكم، واش ما كتخموش داك الدرويش مسكين اللي خدام ب 70 درهم؟ صافي طاحت وصلنا، غنخليو هاد الزياده هكاك؟ بغيتو نخليوها هكاك؟ يلاه زورني الحد الأجنى من الأجور 5000 درهم للمواطن في الشهر،
توصلوا الدار كانوا 4000 كيدوروا سرقين خنوش كيدوروا 4000 سرقين الخناشي كيدوروا ديال 4000 سرقين ايوا بغيت محمد السادس هو اللي صيفط لي شي مسؤول شي مبعوث شخصي من عنده وندورو كاع البلايص اللي شتنا راه عندي داكشي بالدليل خاطع ونعرف خنوش شنو دار خنوش والخنانشه بحالو شحال منهم ماشي غا هو وراه خنانشه منهم خنانشه خنجم هو وصيفطهم يخنشونا حنا ولكن حنا مرضيناش بهادشي اللي بدلي داير هو انا كنخلص الكازوال اش غندير داكشي اللي داروا لا دابا حنا قلنا لهم هادشي اللي زادوا فيه الى غايقدوا به يديروا للمواطن 5000 درهم في الشهر المواطن العادي البسيط خاصو 5000 درهم في الشهر علاش حيت حنا 2022 هذا وعلاش غنبقاو حنا مضيعين هذا الشعب فين مشات فلوس الصيد البحري فين مشات فلوس الفوسفات فين مشات فلوس المحروقات ايوا راه دابا حنا اللي غنتغليو المحروقات ايوا تندرارا راه خدام حاسي تندرارا المازوت ديال تندرارا راه خدام ديال العريش هو جاي ديال المسكان هو على حال ديال الداخل هو على حال ايوا راه حنا ولينا دوله مصدره راه حنا من 2030 راه غنوليو اكبر دوله في العالم مصدره البترول للعالم وحنا راه دابا نيت حاليا راه حنا اكبر دوله مصدره للفوسفات وعندنا الفوسفات الاحتياط العالمي ديال 700 عام ديال العالم كامل العالم باسره عندنا الاحتياط العالمي واخا كلمه اخيره للحكومه نرجو من الله سبحانه وتعالى توفيق العبد من ربه الله يهديكم الحكومه الله يهديكم الله يهديكم نقصوا هذه الزياده اللي جبتوا محروقات وهذه الزياده اللي جبتوا مواد غذائيه دبروا روسكم جبدوا من مالكم الخاص ورقعوا هذا الشيء ونقصوا في هذا رمضان في هذا سيدنا رمضان خاصكم يخرج واحد ناتق رسمي منكم وينتق يقول زياده في الاجور ولا زياده في المحروقات ولا زياده المواد الغذائيه راه خصها تهبط ترجع لما كان ديالها في كانت او خلقع والحليب بسيبتو الحليب الحليب خاصو ما يفوت 2 دراهم في بلادنا حنا عندنا البقر عندنا الغنم عندنا الخير كثير في البلاد اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.